السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طلب هذا يجيني قلب يقول لي عربي اشرح لنا علي كيف الطب وكيف سنة أولى وكيف نظامها وكيف شو تديروا أنتم وكيف حياتكم. وفي قلبه متخيلين إن إحنا حياتنا نقعدوا في الحوش وما نطلعوش وما نديروش في شيء ومعتزلين. في قلبه طلب هيك، هذا اسمه مسوس، في قلبه طلب هيك ومش عايشين، خلاص حياتهم كلها طب، ما يعرفوش حاجه، حتى شرحها ما عادش يعرفوه. وفي طلبه تانيين جاوا مليح. هم مش موضوعنا هذا اليوم، نحكي لكم انت كطالب طالع من شهاده ثانويه تبي تخش طب بشري، شم تلقى قدامك؟ اول شيء دايرين حاجه جديده السنه هذه والسنه اللي فاتت، هي كانت من زمان بعتلي بغاها وتو رجعها، اللي هي سنه تمهيديه. كيف سنه تمهيديه؟ يعني انت على سبيل المثال طالب طالع من شهاده ثانويه جوك مليح، رايك تبي تخش طب بشري، يقول لك لا، قبل ما تخش طب بشري بنحطوك مع هلبة طلبة تانيين يبي تخصصات تانية، اللي يبي صيدلة، اللي يبي أسنان، اللي يبي مش عارف تخصصات طبية تانية، تقنية طبية، ما إلى ذلك. بحطوكم مع بعض وبقروكم منهج ممكن أنت يضمك، أنت يعني بتخش طب بشري، أنا لا، بنقريك زراعة، زراعة شنو، بنقريك علم نبات، وبنقريك فيزياء، يعني حاجات غريبة شوية مالكش علاقة بقى. فانت حتقراها مهما بعد تالي بعد زو سيمسترات، وبناء على رغبتك انت وبناء على درجاتك وبناء على عدد الكراسي في كل كلية حتقدر تمشي لأي كلية تبقى، طالما ان في عدد كراسي مازال متوفر وان درجاتك يسمحوا لك بالشي هذا. بقى نقول وخشيت لكلية الطب البشري، نجحت الحمد لله من سنة تمهيدية وخشيت الطب البشري، شو بتلقى قدامك؟ بتلقى قدامك اول سنتين طبعا في حاجه بنقول لكم على احنا في طرابلس نقرا نظام سيمستر، فهذا الطلب بيقول لي كيف طب بشري نظام، احنا في طرابلس نقرا نظام سيمستر، ما هيش حاجه عيب يعني وما هوش سهل، احنا ممكن حتى اصعب منكم، لكن احنا نقرا نظام سيمستر، هي هيك يعني احنا نظام سيمستر. هل بتقولوا خير عاود فعلك؟ في هذا الطلب بيستغرب. فاول ما بتخش طب بشري حتبدا بسيمستر رقم صفر اسمه انترودكشن، حتقرا فيه مواد يعني كل ماده رقمها صفر، احنا مواد بالرموز رقم صفر. بعد تالي بتقرا بعد 3 سيمسترات اللي هم بتقرا مواد سنه اولى وسنه ثانيه اللي هي فيسيو، بايو كيمستري، هيستو، اناتومي، ومعها ممكن تقرا لغه عربيه وبتقرا فيزياء. لو ان زي زمان لو ان تو تغير ما نعرفش احنا قرينا هيك، بتقرا لغه عربيه وانجليزي وفيزياء. وبعد ما تكمل اول سنتين هما حيخشوا لك مواد جدد، حيتغيروا موادك، حتبدا تاخذ في مايكرو، حتبدا تاخذ في باتو، حتبدا تاخذ في بارا، حتبدا تاخذ في فارما، بيتغير موادك. المهم تبدا تاخذ في سكيلز اللي هي شنو يقولوا لها، نسيت شنو يقولوا لها، المهم حاجات هيك عملي زي الحاجات العمليه، مهارات، ايوه مهارات، تبدا تاخذ في مهارات. ولين توصل سنة رابعة، سنة ثالثة حتقعد فيها 3 سمسترات لين توصل سنة رابعة، سنة رابعة حيختلف عليك الوضع نهائيا، يعني بدل ما كنت تقرأ معظم كل شيء في الجامعة حتبدأ لا تمشي، تبدأ تمشي للمستشفيات. بعد ما تكمل مواد سنة رابعة سنة خامسة اللي مش حتخرج مازال مع الأسف، مش حتاخذ الشهادة لين تخدم سنة كاملة، مش تخدم هي بالأحرى، حتكون حتتعلم وتخدم في آن واحد، هتمشي سنة امتياز، هتجرب كل فترة زمنية معينة من عارف شهرين شهر عارفش بالضبط، فهتجرب تخصصات يعني مثلا شهر في الطبي جرب تخصص كذا، شهر في شرع الزاوية جرب تخصص تاني كذا، مش عارف قداش فترة زمنية في بوسليم هتجرب تخصص كذا، ويوقعوا لك الدكاترة انك حضرت وانك مش عارف شنية. بعد تالي بعد سنة يعطوك الشهادة اخيرا، ندير حفل تخرج، تبدأ طبيب عام، تخلص 700 جنيه، اضرب اي لا لا مبسط، توا زادوهم مرتبات، ومش انت مش حتحصل تعيين يعني، لكن لو انك حصلت تعيين ممكن تبدا تاخذ في دوره 1000 جنيه حاجه زيك، كانوا 723 توا زادوهم شوي، تبدا تاخذ جوك. لو انك قعدت هنا فحتموت وانت مش مداير شيء، كون معكم صريح تموت وانت مش مداير شيء، فضروري ما تطلع برا وتسافر برا وتحضر ودير الامتحانات ومازال تزيد تقرا هالبسنين وهالبحاجات. طبعا بالنسبه للنظام في جامعتنا تسالوا فيه هل في تاجيلات، هل في تاخير، هل في مش عارف شنو، بالنسبه للفتره الحاليه ماشيين كويس للامانه، ماش في هلبة تاجيلات، ماش في هلبة اعتصامات، لكن ما فيش حد يقدر يضمن الوضع انه ماشي قدام. فبالنسبه للفتره الحاليه ماشيين جو مليح، هل يتغير يقعد هيك ما نعرفش، الله اعلم، العلم عند الله. بالنسبه لطريقه الاسئله عندنا احنا عندنا زوز انواع من الامتحانات، عندنا امتحان ام سي كيو اللي هو نصفي وفاينل، وعندنا امتحان عملي. العملي في العاده ما يكونش ام سي كيو باهي، ففي مرات يكون ام سي كيو لكن مرات يكون مش ام،
خصوصا بعد سنة تانية يكون مش MCQ، فحتكتب فيه نظر. يعني مش كل عندنا، مش كل أدلاع MCQ، حتى MCQ في قلبها أسئلة غلط، في قلبها حاجات ما ناش مدلعين. أما بالنسبة للشرح فللأمانة في هلبة دكاترة كويسين باهي، لكن في هلبة دكاترة مش كويسين. فهذا علاش هلبة من الطلبة تلقاهم كورسات، وعدد الطلبة أصلا في كورسات أكثر من عدد الطلبة في الجامعة، وأصلا معظم الطلبة اللي في الجامعة يحضروا في المحاضرات اللي عليها درجات. في محاضرات ضروري تحضرها حضور إجباري عليها درجات، وفي حتى من مواد معينة لو إنك ما حضرتش محاضرات يسموا فيها محاضرات عملية، أما لو إنك ما حضرتش المحاضرات يقولوا ان حيمنعوك من انك تخش امتحان النهائي ما الى ذلك. ما نعرفش الحق ولا لا، للامانه ما نعرفش، لكن هيك يقول. بالنسبه للسؤال، هل نقدر نخدم وفي نفس الوقت نقرا؟ هل نقدر نوفق ما بين الحاجتين هما؟ والله يشوف، وانت تقدر مش ما تقدرش، لكن هذا حيأثر على درجاتك وحيأثر على مدى استفادتك وحيأثر، انت حتنضغط اصلا، حيبدا ماش عندك وقت. لكن مش حاجة مستحيلة، يعني انت تقدر تقرأ وتقدر تخدم، تقدر تنسق وقتك من بين الحاجتين هما، لكن حتنضغط، ممكن يأثر على درجاتك. يعني بدل ما تكون تجيب درجات مليحة تجيب درجات أقل شوية، فتقدر لكن صعب. حيكون لي عوامل جانبية، مؤثرات جانبية، سايد افكتس حيكون لي. فهو هذا، خلولي لو عندكم أي سؤال أي حاجة خلولي. سؤال سهل يكون، كنا مسألة صعبة، ونور عربي، نور اتفرجوا، مشي الصحة مشي الأخلاق.